تتجه الأنظار نحو القطاع المصرفي بعدما بات مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف جاهزاً لدى الحكومة وتستعد لإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه. المشروع الذي تم إعداده من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالتشاور مع خبراء صندوق النقد سيتم من خلاله تحديد البنوك القابلة للاستمرار أو تلك التي تذهب للتصفية، وذلك وفقاً لعدة معايير أبرزها حجم أصول كل مصرف وقدرته على سداد أموال أصحاب الودائع التي تبلغ 100,000 دولار وما دون، إلى جانب قدرة كل منها على إعادة الرسملة من جديد، علما أن الودائع الكبيرة ستحال إلى صندوق إعادة تكوين الودائع. مع أن المشروع قد يخرج مصارف من الخدمة أو يدمجها بأخرى، إلا أنه يشكل بداية لإعادة انتعاش القطاع المصرفي. أنا برأيي القانون المطلوب من IMF، من صندوق النقد الدولي، واللي هو مفترض أنه أساساً ينعمل لو صندوق النقد منه طالبه، سيشكل عند إقراره سيفصل بين المصارف اللي معاوزة أنها تزيد رأس مالها وشو كمية رأس المال المطلوب أنه ينزيد، وبين المصارف اللي منها يمكن معاوزة أنها تزيد أموالها الخاصة، وسيخلق أنا برأيي حركة بالقطاع المصرفي اللي بتكون بداية إعادة ثقة إذا بدك للقطاع المصرفي، لأنه اليوم ولسوء الحظ بسبب كل شيء صار بالبلد بآخر حوالي 3 سنين الثقة خفيفة خلينا نقول بين المواطنين والمصارف، ويجب أن تعاد هذه الثقة وأن تدريجيا عبر برنامج بوقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي أنا برأيي تأخر، ولازم هيدا نبته بأسرع وقت ممكن ونبت هذه القوانين لنتمكن نبلش بخطة التعافي والإصلاح ما تم تدميره بالاقتصاد بآخر 3 سنوات. في المقابل فإن المصارف ترى أن المسؤولية الأساس تقع على عاتق الدولة بعد توقفها عن سداد ديونها لأكثر من 2 عامين. يعني أنت بتسمع اليوم كل العالم عم بتطالب المصارف، ما بتسمع كتير عالم عم بتطالب الدولة تقوم بواجباتها. اليوم نحن نخشى كمصارف أنه أن يكون هناك في عمل نوع من عمل انتقامي إذا بدك من المصارف بشكل أنه يحملوها أكثر من طاقتها. بدون شك المصارف بتحمل جزء من المسؤولية على الشيء اللي صار بالبلد بدون شك، وهذا غير قبل النقاش، إنما فعليا المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة، وعندما الدولة تقرر ماذا ستفعل بديونها ما آخرة النهار الدولة مدينة، ومنا مدينة مثل ما الناس بتفكر هيك بشكل عشوائي، الدولة مدينة بقوانين وبالسندات خزينة، يعني دينا للدولة مثبت، إنما الدولة تحاول جاهدة عبر الشيء اللي احنا عم نشوفه كمصارف عم بتحاول جاهدة تسكر جزء كبير من ديونها على 1005، وهذا الشيء غير عادل. يعني اليوم انت اذا فعليا بتجي الدولة تسكر نص ديونها على 1005 حكما بده يصير في خسارة كتير كبيرة بالقطاع المالي بلبنان اللي لا يمكن أن تتحملها المصارف أصلا، يعني ما عندها القدرة أن تتحملها، وبالتالي بصير عم بتروح أنت على أموال المودعين وعم تقتطع من أموال المودعين، وهذا شيء تقف المصارف بشكل كتير كبير وكتير قوي ضد هذا الموضوع. في هذا الوقت يطرح السؤال، هل أن مشروع إعادة هيكلة المصارف سيكون سببا لمزيد من الانقسام فيما بينها؟ ما بتصور بشكل مزيد من الانقسام بقدر ما أنه بيحدد وضع كل بنك على حدة، لأنه المصارف ليست كلها بنفس السلة، في مصارف عندها مخاطر أخذتهم على الدولة اللبنانية أكثر من غيرها، ومصارف أقل من غيرها. بالنسبة لموضوع إقفال المصارف، متى تعود المصارف للعمل بكامل طاقتها وكامل فروعها؟ هذا الموضوع مرتبط بمشروع إعادة الهيكلة. المصارف اليوم مستعدة أن تعود، إنما اليوم اللي عم بيصير هو إنه بعض الأشخاص اللي عندهم حقوق عم بيجربوا ياخذوا حقوقهم بإيدهم، وهذا الشيء برأيي أنا منه منيح، لأنه يعني مثل واحد عم بيجي ياخذ دور غيره. اليوم المصارف في عندها مشكل كتير كبير اللي هو متمثل بأنه الدولة متخلفة عن دفع ديونها. من شهر 3 سنة 2020 أعلنت توقف عن الدفع، وأعلنت عندما اتخذت هذا القرار أعلنت أنه ستفاوض مع المدينين الناس اللي مدينينها يعني بنية حسنة، توقف الدفع ولم تبدأ المفاوضات بعد. اليوم الدولة هي أكبر زبون
للبنوك للقطاع المصرفي والقطاع المالي بلبنان، يعني مصارف، شركات مالية، أسواق مالية، مصرف لبنان. لن ينتظم الأمر قبل إقرار خطة التعافي وقبل تحديد المسؤوليات وكل واحد شو بده يحمل. بعدنا عم نحكي نظريات، بعد فعليا مجلس النواب حتى الساعة لم يقر هذه القوانين. أما بشأن تعديل الحكومة لسعر صرف الدولار من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة، فبحسب الوزير السابق مروان خير الدين أن اعتماد هذا السعر وآلية تطبيقه ينتظر تعميم مصرف لبنان. نعيم برجاوي، قناة الجديد.